لقد غيرت التكنولوجيا الخضراء طريقة إنتاجنا للطاقة. فطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية هي أسلحة أساسية في مكافحة الاحترار العالمي. وبعكس مصادر الطاقة التقليدية كالفحم والنفط التي تتركز احتياطياتها في مناطق جغرافية محددة، فإن الدول جميعها تمتلك مصدراً واحداً على الأقل للطاقة المتجددة، وهو وافر وقابل للاستغلال. ويكمن التحدي في تطوير هذه التكنولوجيا وتكييف الشبكات الحالية لتتماشى مع نظام لا مركزي يغذى بمصادر طاقة متقطعة أحياناً، فمن دون رياح مثلاً لا كهرباء. وتحسنت البطاريات التي لطالما شكلت عقبة أمام عملية نقل الطاقة من مصادر متجددة بشكل كبير اليوم، وباتت البطاريات المقتصدة للطاقة تنتج بكميات كبيرة للسيارات الكهربائية، في حين قد يبدأ تسويق أنظمة خلايا وقود الهيدروجين خلال بضع سنوات. وقد تجهز المنازل بأنظمة تخزين للطاقة مع ألواح شمسية معززة، وتولد الطاقة المتجددة ضعف كمية الكهرباء التي تولدها الطاقة النووية، وقد زاد استهلاك الكهرباء الخضراء 5 أضعاف منذ العام 2000. إلى ذلك ساهم التقدم التكنولوجي وتراجع أسعار إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة في رفع إنتاج الطاقة الخضراء في العالم. ويتوقع الخبراء أن يخفف انخفاض أسعار السيارات الكهربائية إلى جانب التكنولوجيا المتجددة الطلب على النفط بحلول العام 2020. فقطاع الطاقة والنقل البري يمثلان نحو نصف استهلاك الطاقة الأحفورية. ولكن حتى لو استمر إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنمو بسرعة، فإن العلماء يخشون بأن لا يكون ذلك كافياً لحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض دون الدرجتين مئويتين، وهو الهدف الرئيسي لاتفاق باريس حول المناخ.